صباح الخير مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر الصباحي. حادثة سير خطيرة في هذا الأثناء في شارع عقبة بن نافع. سيارة من الحجم الخفيف كتصطدم بالترامواي، صاحب السيارة تم النقل ديالو في حالة ما بين الحياة والموت، حالة خطيرة، إلى مستشفى سيدي عثمان الدار البيضاء. شوفوا الحالة ديال السيارة كيفاش ولات. سائق السيارة غتم الإخراج ديالو من السيارة من طرف عناصر الوقاية المدنية بواحد الجهد. شوفوا معنا هادشي كاع شطايا اللي طايرات من الترامواي والسيارة. شوفوا السيارة، الحالة ديال السيارة كيفاش ولات. كما سبق الذكر سائق السيارة تم النقل ديالو من طرف عناصر الوقاية إلى مستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء في حالة جد حرجة. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر الصباحي، شكرا على تتبعكم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.